مساء الفل، انا علياء طلعت دي سي معلياء، والنهارده هتكلم عن مسلسل تلفزيوني هو مسلسل Little Fires Everywhere. مسلسل بيتعرض على هولو، هو بطولة ريز ويزبرسون وكيري واشنطن. اول حاجة هتشد انتباهك للمسلسل ان هو بتدور احداثه سنة 1997. النقطة دي مهمة جدا بالنسبة للحاجات اللي هتكلم عنها لاحقا في الفيديو، لانها بتحدد شوية حاجات وبتغير مفهومنا اتجاه برضو بعض الحاجات الاخرى. بتدور احداث المسلسل في بلد صغيرة فيها امين شابتين، واحدة من الطبقة الارستقراطية عندها 4 ولاد، وام وافدة جديدة تعتبر هومليس، كان ما عندهاش بيت لغاية ما راحت البلد دي، وواضح ان هي بتتنقل دايما من بلد لبلد، وعندها برضو بنت مراهقة تقريبا في عمر ولاد السيدة الاولى. بالاضافة لان احنا عندنا سيدة ارستقراطية وسيدة من الطبقة العاملة او طبقة فقيرة نوعا ما، في واحدة منهم بيضاء وواحدة سمراء او من اصول افريقية، دي برضو نقطة فارقة في احداث المسلسل. بعد كده المسلسل من 8 حلقات، عرض لغاية دلوقتي 4 حلقات، وفي انتظار 4 حلقات قادمة، وهو مقتبس من رواية بنفس الاسم صدرت سنة 2017. وانا بتفرج على المسلسل من اول حلقة تقريبا وانا عندي احساس ديجافو او شوهد من قبل، او ان انا شفت المسلسل ده قبل كده، وده في الحقيقة لأسباب كتير جدا. اولا ان المسلسل بيفكرنا بمسلسلات السيدات اللي فيها نوع من انواع الاثارة والبحث عن جريمة او بحث عن شخص ما عمل شيء سيء، زي Desperate Housewives، زي Big Little Lies. ثانيا المسلسل برضو بيفكرك الى حد كبير بمسلسلات اللي هي مسلسلات المراهقين والcoming out of age، زي مثلا 13 reasons why والواي والمسلسلات المشابهة ليها، فالمسلسل دايما بيفكرك بحاجات تانية. ده غير ان في نقطة تانية هتخليك تحس المسلسل بتفرج شفته قبل كده، هو ريس ويزبرسون، مسلسل من اللي اتكلمت عنهم اللي انا قلت اسمهم دلوقتي اللي هو Big Little Lies، ده بطولة ريس ويزبرسون وفي دور مشابه الى حد كبير جدا بدورها في المسلسل اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة. في المسلسلين ريس بتقدم دور السيدة الارستقراطية اللي عايشة حياة زوجية على الحافة، يعني مش مستقرة قوي بس واضح قدام الناس انها مستقرة، عندها اكتر من طفل وبتربيهم بصرامة شديدة جدا، وعندها قواعد معينة لتربية اولادها ولادارة بيتها، وعلى الرغم من انها من بره بتبان واثقة جدا من نفسها وعائلتها مستقرة جدا، الا انها من جواها عندها ايشوز كبيرة قوي هتبان بعد كده في الاحداث. ده في المسلسلين الدور مشابه تماما ليهم، الفرق بس ان هي هنا بتقدم دور معاصر، وفي مسلسل بتكلم عنه بيتقدم دور قديم في التسعينيات، مفيش اي فرق غير في شكلها تقريبا. ده غير ان الحبكه في المسلسلين اللي بتكلم عنهم برضو الى حد كبير جدا مشابهه، احنا بنتكلم برضو عن حاجات غامضه وفي عمليه استكشاف، وبنتكلم برضو على نقطه تانية وهي القادمه من خارج البلد. في مسلسل Big Little Lies كانت القادمه من خارج البلد هي شيلين وودي، اللي كانت برضو امراه صغيره في السن ومعاها طفل، وكان عندها قصه مثيره او غامضه وراء دخولها البلد. برضو في المسلسل دوت كيري واشنطن هي اللي بتقدم دور السيده الصغيره في السن نسبيا اللي بتيجي، واللي برضه ريس ويزبرسون بتساعدها في دخولها للبلد، وده بيخليني احط علامة استفهام ليه ريس ويزبرسون بتقدم عملين مشابهين لهذه الدرجة من بعض وفي بينهم فرق زمني قليل جدا. احنا لسه شايفين تقريبا السنة اللي فاتت الموسم الثاني من بيج ليتل لايز، واللي هو كان مسلسل كويس جدا وحقق نجاح حلو قوي، فليه بتقدم تقريبا نفس الدور لنفس السنة تقريبا يعني. طيب هي دي النقطة الوحيدة اللي كانت محساني المسلسل يعني مش على قد المستوى اللي انا متوقعة؟ لا بصراحة ما هيش النقطة، المسلسل معاد، احنا بنتفرج فعلا مسلسلات على افلام مسلسلات كتير قوي شبه بعض، وبتكون القصص والحبكات بتاعتها قليلة او متشابهة، لكن برضو بنحس ان في حاجة زيادة او بنحس ان احنا على الاقل مبسوطين، لكن المسلسل هنا عمل عدة اخطاء بتخلينا طول الوقت نحس ان احنا متضايقين، او على الاقل انا حسيت ان انا متضايقة. واحدة من اهم الاخطاء الموجودة هي التمثيل الاوفر جدا جدا من كيري واشنطن، التمثيل بتاعها اوفر، ادائها دايما منفعل لاسباب غير واضحة، حتى لو هي عندها اسباب كشخصية في الشخصية نفسها بتقول ان هي المفروض تبقى حزينة طول الوقت او عندها مشاكل بتؤدي انها تبقى غضبانة طول الوقت، ملامحها المفروض ما تبقاش بالشكل ده طول الوقت، هي طول الوقت تحسسنا ان هي في حاجة غلط، في حاجة غلط في وشها، في حاجة غلط في انفعالاتها، وكمان الشخصيات اللي حواليها مش بتتفاعل معاها على اساس الانفعالات اللي بتظهر عليها، يعني كأن ده شيء طبيعي، كأن الاداء اللي هي بتأديه دوت شيء متوقع من شخصية اللي بتقدمها في المسلسل. دي كانت نقطة انا كنت بصراحة مثيرة جدا بالنسبة لي للغضب، لان انا طول الوقت بحس انها بتفصلني، طول الوقت حاسة ان هي بتنفعل كده ليه، مفيش حاجة في شخصيتها تسمح لها انها تنفعل بهذه الطريقة. ممكن بسهولة نقسم المسلسل لجزئين منفصلين الى حد كبير، اللي هو قصة الكبار او قصة الامين، وكمان قصة الاطفال او المراهقين الموجودين في المسلسل. هنلاقي ان الحبكات بتاعت الاطفال او المراهقين ممتازة جدا جدا بالنسبة للحبكة بتاعت الكبار. احنا عندنا هنا حاجات ايشوز كبيرة، زي مثلا الولد المراهق اللي مش عارف يعمل علاقات
علاقات مع بنات، وبيلاقي اول بنت مناسبه ليه وبيبدا يحبها، زي البنت القادمه اللي عندها قادمه من خلفيه اقتصاديه اقل وبتنبهر بالناس الارستقراطيين، زي البنت اللي عندها واضح ان ميول مثليه وده بيعمل لها ايشوز في المجتمع بتاعها، خاصه ان احنا بنتكلم في نهايات التسعينيات. فاحنا بنقول ان القصه بتاعت المراهقين كانت ممتازه جدا يعني لو عملناها في مقارنه مع قصص الشخصيات البالغه في المسلسل، واداء الشخصيات او اداء الممثلين في شخصيات المراهقين كان برضه ممتاز جدا بالنسبه لاداء البالغين في المسلسل. اول ما اتكلمت في الفيديو قلت ان المسلسل بتدور احداثه سنه 1997، ودي نقطه مهمه جدا. نقطه مهمه ليه؟ نقطه مهمه لان المسلسل بيناقش قضايا لو حطها سنه 2020 مش هتبقى مناسبه او ملهاش لازمه. احنا بنتكلم عن قضايا ما بقتش ايشوز اني مور، فاحنا خلاص القصه دي ممكن تليق فعلا في نهايه، لكن ما تلاقيش في 2020. بلس ان احنا كون القصه بتدور في نهايه التسعينيات ادت للمسلسل نوع من انواع البراح او القدره على التعامل مع امور شائكه من غير خوف من بوليتيكال كوركتنس. يعني في كلام في المسلسل عن المثليه وعن العنصريه ما ينفعش يتقال في اعمال بتدور احداثها في 2020 لان هي هيبقى عليها خط احمر، لكن لما نقول انها بتدور في سنه 97 مش هتبقى عليها نفس البريشر بتاع البوليتيكال كوركتنس، لان خلاص المفترض ان الفتره دي كان فيها فعلا الايشوز دي. في نقطتين اساسيين يعني اتاثروا فعلا بسنه 97، وهم المثليه اللي عند البنت ايزي اللي بيتم التعامل هنا بنوع من انواع الحذر او القلق منها وعلى انها شيء مشين، في حين ان الاعمال الموجوده دلوقتي ما تقدرش تتعامل بهذا الاسلوب مع المعنى المثليه الجنسيه. وبرده العرقيه او العنصريه، احنا عندنا هنا في نوع دايما من اسلوب الرجل الابيض في التعامل مع المنونين، لكن بفوقيه، يعني هو بيتعامل معاهم بطريقه لطيفه جدا وبطريقه كويسه جدا، لكن بفوقيه مع وضع في الاعتبار لونهم طول الوقت، يعني مفيش تعامل سلس. واضح جدا ان شخصيه ايلينا عارفه ان في منونين وبتتعامل معاهم على الاساس دوت، لكن من انها اعلى منهم. طبعا حاجه زي كده في مسلسل في 2020 بتدور احداثه مستحيله تماما. وده يقودنا لسؤال تاني، طيب ليه المسلسل اتعمل؟ انت بتقدم قصه قديمه وشفناها قبل كده ومش مثيره لان هي شبه حاجات كتير، فليه اتعمل؟ ده سؤال انا بساله لصناع العمل، طبعا مش هيوصل لهم، بس انا بحس ان لازم اي مشاهد يسال نفسه هو بيتفرج على اي فيلم او مسلسل ليه اتعمل، هو عايز يقول ايه. لو عايز يقول لي حاجه انا عارفاها من غير ما يناقشها من زاويه جديده يبقى حاجه ملهاش لازمه. واحده برده من عيوب المسلسل بالنسبه لي هي التسارع في حل الالغاز. احنا بنشوف في الحلقه تقريبا الثالثه في بدايتها بنتعرف على شخصيه اسيويه بتفقد بنتها بطريقه ما، ومفروض ان ده بيفتح يعني لاين جديد كده ان احنا نقعد ندور ورا البنت دي وهنرجعها لامها ازاي، لكن هوب دبل كيك لقينا المشكله اتحلت باكتر طريقه سهله وساذجه في الدنيا. يعني لو فعلا الشخصيات مشيت اتكعبلت في البنت في الشارع كان مش هيبقى بالشكل دوت، ودي حبكه فرعيه تم صناعتها وتم افراد لها حلقه كامله بدون ما نعرف هي ايه علاقتها بالشخصيات الرئيسيه وهتاثر ازاي بعد كده، وما يكونش كمان ليها الحل السهل الساذج دوت، بالاضافه لان فيها زي ما قلت خط فرعي وتم حله بسذاجه بيتم صنع طول الوقت ذروات ملفقه في المسلسل. احنا عايزين ننهي الحلقه على حاجه كده تفزعنا بقى تخلينا مستنيين الحلقه الجايه جامد، في الحقيقه ده ما بيفزعش، الحاجه دي مش منطقيه تماما. وبالتالي اول اربع حلقات المفترض يخلونا نستنى حلقات الاسبوع الجاي ما كانش فيهم حاجه تخلينا نستنى. يعني انا بصراحه مش حاسه ان المسلسل غير ان هو اكتر حاجه مسليه شغاله على الشاشه قدامي، لكن ما فيش اي ميزه فيه تخليني اتفرج عليه او استناه الحلقه الجايه، لان نهايه الحلقه ما كانت غير منطقيه وملفقه. وبكده انا خلصت كلام عن مسلسل فايرز ايفريوير، ليتل فايرز ايفريوير سوري. انا شايفاه بصراحه عمل متواضع ما هوش على قدر اسماء ابطاله، هو بيحظى نوعا ما بالاشاده بره، لكن انا شايفه ان هو ما يستحقش الاشاده دي لان احنا لو قارناه باعمال حتى مقاربه دي في النوع هنلاقيه ان هو اقل منها. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناه.